وذكر حجاج البصرة خبر وفاة صاحب المقامات الأديب القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري. كان غزير العلم واسع الاطلاع وأحد أئمة عصره في اللغة والبلاغة. ولد قرب البصرة سنة 446 للهجرة. صنف كتاب المقامات الشهير الذي عرف باسمه مقامات الحريري، وضمنه 50 مقامة. طوحت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن، فدخلتها خاوي الوفاض بادي الإنفاض. لا أملك بلغة ولا أجد في جرابي مضغة، فطفقت أجوب طرقاتها مثل الهائم، وأجول في حوماتها جولان الحائم، وأرد في مسارح لمحاتي ومسايح غدواتي وروحاتي. صنف كتبا أخرى كثيرة، منها درة الغواص في أوهام الخواص وملحة الأعراب وغيرها. توفي في البصرة عن عمر ناهز 68 عاماً.